It's showtime. It's showtime on South Alahad, Mondays to Fridays, starting at 8 a.m. رجعنا اهلا والنتيجه تعادل 6-6. ايه وقبل ما نكفي اليوم معنا ضيفه بالاستوديو كل الناس بحبوها وخصوص الاولاد. نعم يعني فادي اول واحد بحبه. هات لابوسا. عرفتوها من 12 سنه من خلال مسرح الاطفال، غنت، رقصت، مثلت، احتفلت معكم باعياد ميلاد اولادكم، كلكم بتعرفوها بغير اسم، واليوم قررت تطل وتكمل مشوارها بعالم الأطفال باسمها الحقيقي أخيراً. أنا سعد، بونجور، أهلا وسهلا فيك. هاي كارين. هاي فادي. أنا قبل ما نحكي بولا شيء بدي أعرف نقطتك لمين. يمكن لازم يكون الجواب معروف طبعاً. هلا أنا اوكي بس رح اقول لك ليه. ايه؟ اكيد يعني كل الخير بالرجال اكيد، بكل شيء بينعمل من قبلهم اكيد، كل حدا عنده اشياء صالحه واشياء كمان مش صالحة. مش صالحه. بس مثل ما قلت كارين بالحلقه، انا كتير حبيت انه البنت حنونه. واكيد ما بيكون نحن ما بنحب الحروب، ما بنحب الاشياء البشعه، سو ليه ما بنجرب؟ لانه بتصور بيكون شيء واو يكون بلد محكوم من قبل عنصر نسائي، لانه احلى شيء بالحياه يعني لاموغ سي لا بلو بيل شوز دون لا في. ايوا التندريس يعني. ونحن اذا حكمنا رح نحكم افيك امور افيك بوكو دو بي. انا انبسطت فيك كثير اليوم، شفتيك نحن بنعرف بعضنا من زمان بس ما كثير بنلتقى. اليوم قررتي ترجع على اسمك الحقيقي. اكيد. عنا خبرينا شو عم تحضري السنه، شو في عنا شيء جديد؟ اول شيء بدي اقول انه انا مبسوطه كثير اني عم طلب اسمي المزبوط. هذا شيء حلو مني للاولاد وبيخلق يعني هيك صدق حلو اخيرا. سو يلي بدي اقوله انه ما رح وقف ابدا مسرح اطفال. خي رح طل قريبا بشيء جديد كثير حلو. خي اكيد مثل ما تعودوا علي، دانسينج شوز، مسرحيات استعراضيه مع دي كاركتير، دي بيرسوناج، دو نوفيل شانسون. والله برافو. بكتبهم وبلحنهم اكيد مثل ما كنت دائما اعمل. اكيد اكيد يا بوكو دي سوربريز كي اتون تو المود. حلو. ايوه اول واحد رايح انا. يلا انتم معزومين. اصلا شهادتنا مجروحه فيكي، انا بناتي بحبوك كثير بموتوا عليكي حبيبي. خبريني انا دائما كنت تحيي مهرجانات لبنانيه بمناطق لبنانيه، رحتوا على جنوب، على شمال، على البقاع. مزبوط. كيف لمستي هنيك الاولاد؟ مثل يعني بتحسيهم بيعرفوكي قد ما بيعرفوكي الاولاد ببيروت، بحبوكي قد ما يعني شو الفرق بين اولاد الضياع واولاد المدينه؟ انا بس اللي بدي صار لي يمكن 12 سنه بهالمجال، وبدي اتشكر الكل، الصغار الكبار الاهل على محبه. يعني احلى شيء الشخص بيكسبه بحياته، لأن بالنهاية ما حدا أخذ معه شيء. أحلى شيء محبة الناس، الصدق بهالمحبة، وهيدا اللي عم يدفعني أنه كمل وحضر أشياء جديدة لحتى يضل كل شيء محبوب وكل شيء حلو. أنت مهضومة. ميرسي. أنت مهضومة يا أنا. ميرسي. بس في يجاوب على سؤال. ميرسي حبيبي. شو كان السؤال نسيني؟ نسيك السؤال. بتوقع حلو لأن عملك المناطق أنه شو الفرق بين أولاد الجبل وأولاد المدينة؟ أوكي أوكي أكيد كل ضيعة بتتميز بطريقة التعاطي وبس عند الكل والاستقبال. بس عند الكل كارين بتحس إنه هيك قلبك بيكبر وقت يستقبلوك بحب هالقد. صح صح. وشغف وشغف. فادي أنت كمان كتير مهضوم. ميرسي. لحد رد
أنا مسرح 12 مسرح على 12 سنة وفوق ال 25 مسرحية. يس مالله اسم الله يمكن اكثر كمان لانه بالسنه يعني واحد يعمل اكثر من ثلاث اعمال بالسنه يس. تقريبا كل سيزن. واشتغلتي كان معك كاركترات دائما مابتس على طول حواليك عم بيرقصوا معك شخصيات كمان حبون الاولاد وكمان تعلقوا فيهم. انا اللي بدي اقوله انه اكيد ما رح يعني رح يضلوا معودين علي بنفس النطاق بنفس الشكل اذا بدك الشكل المسرحي. اكيد مع اشياء جديده واحلى لان الواحد بيتقدم من فتره لفتره بيتقدم من سنه لسنه وبوعدهم باشياء كتير كتير واو مثل دايما. انا كمان تعودنا عليك نهار السبت الساعة 11 دايما على موعد مع الولاد بتطلي عبر صوت الغد ومكفية عبر صوت الغد أكيد. كل سبت الساعة 11 وابتداء من بكرة رح تطلع أنا يس على الهواء. اوكي كوكو لي زامي سي انا ريتروفي موي شاك سامدي ا 11 سور سورت الغد دون ان نوفو بروغرام اي سورمون دو نوفيل شانسون اي دو نوفو بيرسوناج ا فوز انتروديير سوايي شاك سامدي ا ليكوت بور دي كادو ا رامبورتي اي بور بلان دو سوربريز اوسي سي موي انا انا جو فوز ايم اول شي مهضومة مجنن. أول شيء بدي أقوله بهالمجال بدي أتشكر صوت الغد كمامبر وكشركة وككل شيء على الدعم يلي عم يدعموني بكل ربع خطوة عم بعملها. نجاح هو نجاح للكل وكرمال البروغرام رح خبر كل أولاد والأهل اللي عم يسمعونا لأنه بروغرام كن عن جد واو. هلأ عندي شانس أنا لكم البروغرام بقى. الفكرة أنه بكرة ابتداء من بكرة وكل سبت الساعة 11 لقوني على صوت الغد ببروغرام جديد في بقلبه أكيد حزازير في بقلبه كادويات كتير سوربريزات كتير وكمان في شيء كتير حلو إنه الولاد اللي رح يتلفنوا كل حلقة في شخصين رح يكون عندهم التشانس إنه يجوا يقدموا معي حلقة صوت الغد حلقة أنا صوت الغد سبت يلي بعده سو كونوا كتير 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 كتار. واللي كمان بدي زيده إنه على صفحة الفيسبوك الجديدة صار عندي صفحة جديدة على الفيسبوك اسمها أنا كيدز وورد بدي كتير كتير لايكس دجا صار في كتير لايكس سو هلأ لازم بدنا نحضر فادي بدك التلفن بكرة على البروغرام أول واحد بكي تنافي خلص تشارك أكيد أول واحد تطلع لك كادو جو أكيد جو معي أكيد بالمريفة الدايمة جو معي داعم الأكبر. وبدي أقول للكل أنه سلوغان مهضوم كتير أنا اسمي A N N A so ولا السلوغان الجديد رح يكون أنا أنا A N A A N N A حلو أنا مهضوم يمكن بالفرنسي حتى عرفتي يعني أكيد أنا بعد في شغلة بدي أسألك عنها كتير مهمة عنا وعنا حلو وهي كمان إنه على مدار 12 سنة كنت عم تعملي أنيميشنز لبرزديات في كتير ولاد بينطروا البرزدي تبعهم لحتى أنت تكوني موجودة معهم رح تكفي كمان رح تعملي أكيد 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 يعني واللي بده يوصل لعندك كيف معقول يحكيكي كيف معقول يعمل كونتاكت معك تليفون لحتى تجي تعملي أنيميشن على البرزدي تبعه. أول شيء اللي بدي أقوله دايما يتابعوا أخباري على صفحة الفيسبوك أنا كيدز وورد كرمال البرزديز أكيد رح هلأ بعطي الرقم التليفون الخاص وقريبا رح يصير فيه كمان غير رقم التليفون الخاص رقم للأعمال سو 03-769-202-03-769-202 يلي بدي أقوله كمان بدي أضيفه أنه أنا مغرومة بشيء اسمه احتفالات أعياد ميلاد يمكن صار لي شوي أكتر من 12 سنة بالدومين ككل يعني وبوعد الأولاد دايما أنه الفرحة تضل عامة حواليهم وبرقص وبأغاني وببرسوناجات جديد رح يتعلقوا فيها كتير وينطروا بكرة أكيد الحلقة لأن رح أعرفهم على شخصيتين مهضومين كتير 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 غيكي لكيغي
وبيسي اي بيزو لي دو شاتو سو باغانيهم الجداد اكيد رح يتعلقوا فيهم كتير وبوعدهم كمان بشخصيات بعد جديده كتير يكونوا دائما عالم معي موفقه عن جد ميرسي حبيبي نحن بنتمنى لك كل التوفيق وما عندنا شك ابدا قد ايه الاولاد بحبوك وما عندي شك ابدا كمان قد ايه رح يروحوا على مسرحيتك ميرسي حبيبي وان شاء الله دائما بالتوفيق وان شاء الله انا يكون كمان بوربونير لالي حبيبي انا 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 بكره سبت الساعه 11 اكيد ثانك يو ميرسي انا ميرسي 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 حبيبتي.